تونس تسترجع 28 مليون دولار من الأموال المنهوبة بالخارج. الفرقة العدلية بالزهروني تتمكن من حجز كميات هامة من المياه المقلدة ومواد تنظيف منتهية الصلاحية. إضراب أيام 15 و16 و17 من أبريل الجاري بكافة محطات بيع الوقود بالجمهورية التونسية. عالميا الجيش السوري الحر يسقط طائرة بإدلب. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. جولتنا نستهلها بالشأن الوطني، حيث استرجعت تونس صباح اليوم مبلغ 28 مليون دولار من أموال تونس المنهوبة بالخارج بحضور رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي ومحامي الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة محمد علي العياري علي بن سعيد. 28 مليون دولار، أي ما يعادل 44 مليارا بمليمتنا، هو عبارة عن صك تسلمته تونس من محامي الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة. هي 28 مليون دولار أموال الشعب التونسي المصادرة في دولة لبنان. هي جزء بسيط من الأموال التي هربتها عائلة النظام المخلوع. لن نتخلى أبدا عن متابعة اللصوص الذين سرقوا أموال شعب فقير. لن نتخلى أبدا عن حقوقنا في استرجاع هذه الأموال المنهوبة. محامي الأمم المتحدة الذي كلف بمهام استرداد الأموال المنهوبة عاد في أول عملية له بمبلغ 28 مليون دولار، شاب عازم كما يقول على استرجاع الأموال المهربة أينما وحيثما وجدت. في نهاية المطاف تطارد شبح لا ملامح له، أموال انتقلت من مكان إلى 20 مكان آخر. هذه الأموال ستجدونها خضعت إلى 20,000 اسم، أسماء وهمية، أشخاص ليسوا موجودين، شركات لا وجود لها، انتقلت من مكان إلى مكان، من جزيرة إلى جزيرة، من بلد أوروبي إلى أمريكا اللاتينية، انتقلت في 20 مكان و20 موقع. لذلك القضية ليست سهلة، تحتاج إلى نفس، تحتاج إلى دعم. الإرادة السياسية ليست مع العدالة الانتقامية، بل هي مع العدالة الانتقالية، عبارة شدد عليها رئيس الجمهورية المؤقت. نحن إذن مع العدالة الانتقالية وليس مع العدالة الانتقالية من الانتقامية، ويجب أن لا تحذف الكلمات من موضعها. ورسالة مضمونة الوصول لمن هربوا أموال تونس إلى الخارج وعثوا فيها فسادا، أن يد الثورة قد تطالهم في أي مكان. لن تتمتعوا بهذه الأموال، بقي لكم ضمير، ولن تتمتعوا بهذه الأموال لأننا سنلاحقكم. وإن أرادوا المصالحة مع أوطانهم ومع ضميرهم فلهم ذلك. دولة صديقة هي قطر كما يقول رئيس الجمهورية المؤقت، ساهمت بدور فعال في استرداد الأموال المنهوبة. هناك دولة شقيقة صديقة اسمها قطر دفعت جزءا من الأموال لاسترجاع هذه الأموال، وأنني أعتبر كتونسي وكعربي أن الناس الذين يتطاولون على هذه الدولة الشقيقة بالسب والشتم هم أناس يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم أمام ضمائرهم قبل أن يتحملوها أمام القانون. دفعة هي الأولى من نوعها بقيمة 44 مليارا بمليمتنا استرجعتها تونس من أموال أخرى لا تزال مخبأة في مكان ما في هذا العالم، وإصرار يحدو الدولة التونسية ومحامي الأمم المتحدة لاسترجاع هذه الأموال. أشرف صباح اليوم رئيس الحكومة المؤقت علي العريض على مجلس وزاري بالقصبة خصص للنظر في موضوع الفوسفات والحوض المنجمي. نهل الحبشي محمد علي بوليلا. أشرف صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الوزراء علي العريض على مجلس وزاري خصص للنظر في مسألة الفوسفات ومشتقاته، وقد تناول الاجتماع الأوضاع الاجتماعية بالحوض المنجمي والظروف المهنية والاقتصادية التي تمر بها الجهة للبحث عن الحلول التي يمكن اعتمادها. وقد سعى المجلس إلى إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المتراكمة في دائرة الحوض المنجمي منذ سنوات، وللإشارة فإن قطاع الفوسفات في تونس يمثل 3% من الناتج الوطني الخام. هذا وقد حضر الاجتماع الوزاري بعض الإطارات بمجمع فوسفات قفصة إلى جانب وزير الداخلية لطفي بن جدو والمستشار الأول في رئاسة الحكومة نور الدين البحيري ووزير الصناعة مهدي جمعة. تمكنت الفرقة العدلية بالزهروني من حجز كميات هامة من المياه المعدنية المقلدة ومواد التنظيف منتهية الصلاحية منذ سنة 2007 و2000، ولا تزال الأبحاث جارية لحجز بقية المواد المقلدة. محمد علي العياري علي بن سعيد.
الفرقة العدلية بالزهروني تضرب بقوة في عملية نوعية تمكنت هذه الفرقة من حجز كميات هامة من قوارير المياه المعدنية المغشوشة، قوارير عمد بعض المتحيلين إلى إعادة ملئها بالمياه العادية باستخدام آلات مخصصة للغرض وتوزيعها في مسالك البيع العادية. جاتنا شكاية من شركة صافية، هذه معناها هي شركة موجودة في تونس عندها كميات نتاع مياه وعلامة تجارية مميزة، جابت عريضة من المحكمة الابتدائية تونس 2 على أساس أنه الحرفاء نتاعها فاقوا لي فما دبابز نتاع ماء دون المواصفات القانونية، تشكاو لهم مواطنين من حالات حتى ولت تأثر عليهم صحيا وكذا. يمكن لنا ضبط ثلاثة أطراف اللي تولوا توزيع الماء هذا، اتضحوا أنهم عاملين شبه معمل في دار واحد منهم عندها ماكينة شراوها ب 10,000 دينار، تو نوريه لكم تصوروها اللوطة في خاطر ما نجموش نطلعوها كبيرة برشا، هذه تتولى التعليب معناها وتعاود تغلف فرد مرة وتعملها بشكلة معناها الستيك نتاع الماء العادية ما بين مروة وصافية وصبرين. وعملية ثانية ناجحة تمكن من خلالها الفرقة العدلية بالزهروني من حجز كميات كبيرة من مواد التنظيف منتهية الصلوحية، والتي قامت الشركة بإتلافها قبل أن يعمد بعض المتحيلين إلى إعادة ترويجها في السوق، مواد منتهية الصلوحية منذ سنة 2007. جاتنا شركة ذات علامة تجارية مميزة في تونس، أعلمتنا أنه خلال سنة 2010 تولوا إعدام كمية، وتعرف أنت الشركة مش هي اللي تولى الإعدام، تتولى تمكين شركة أخرى خاصة بإعدام الوسائل والحاجات القديمة هذه اللي فات الصلوحية متاعها، مواد تنظيف كاملة تخدم فيها الشركة هذه، خرج فيها قرار إعدام وتولت الجهات المتداخلة إجراء ما يتعين في شأنها، لأنه فاقوا بها قاعدين يوزعوا فيها في تونس الغربية ككل. تمكننا من أحد الأشخاص، خذينا نمر متاع دوارجي هذا اللي فرق في المواد هذه، عملنا له كمين في الزهروني قدام معهد الزهروني، شديناه عنده استفاد فيها كميات هذه الكل، هذه كلها علامة تشوفها على حسب البكوات اللي فيها، كلها إنتاجها خلال سنة 2006 و2007. عملية ناجحة للفرقة العدلية بالزهروني وضربة موفقة على أيادي المتلاعبين بصحة المواطنين والمتشاهلين للقانون، ومجهود كبير يقوم به أفراد الفرقة العدلية لمنع تفشي ظاهرة الجريمة بشتى أنواعها. احنا مستعدين باش نخدموهم ليل ونهار، لكن يعاونونا شوي، أي واحد يشوف أي حاجة معناها مخلة بصحتهم ولا حاجة تمسهم يعلم يتصل 197 ولا أي وحدة أمنية قريبت له ويتولى حجزها وكل واحد ياخذ حقه. قررت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط تنفيذ تعليق النشاط بكامل تراب الجمهورية أيام 15، 16، و17 من أفريل الجاري بعدما وصفوه بتجاهل الإدارة للمطالب المهنية. محمد علي العياري، علي بن سعيد. إضراب بكافة محطات بيع النفط بالجمهورية التونسية أيام 15، 16، و17 من أفريل الجاري، هذا ما أعلنت عنه الغرفة الوطنية لوكلاء وأصحاب محطات بيع النفط خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. عملنا ندوة صحفية باش نفسروا المواطنين التونسيين الكل علاش باش نوقفوا النشاط متاعنا 3 أيام، لأن عنا طلبات من عام 2012 فيفري 2012 إلى حد اليوم الحكومة والدولة والإدارة ما تلهوش بنا وما لبوش الطلبات متاعنا، ولذا حابين نفسروا للرأي العام الكل علاش باش نوقفوا النشاط متاعنا 3 أيام. ذوما عباد قاعدين يبيعوا في الكونتروباند، لا يشريوا ليسانس بالفاتوره، لا يخلصوا تي في على حتى شيء، احنا نخلصوا الاداءات ونخلصوا الماء والضوء والكروات والخدام، هو ما يخلص حتى شيء، عنده بينيفيسنات اخر نهار يهز الكهرباء نتاعه ويروح، وقاعد يبيع اشترى الحق نتاعنا احنا. اضراب جاء بعد عدم تفاعل الاداره مع المطالب المهنيه بعد مرور سنه كامله من المفاوضات. لم تتخذ خلالها التدابير الناجعة لمكافحة ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها على الطريق العام. طريق تفاعل الإدارة هما ديما يقولوا عندكم الحق، لكن إلى حد الآن ما عملوناش حل جذري، ما عطاوش تعليمات باش يوقفوا على المناطق الحدودية وباش يوقفوا نقاط البيع هذه اللي قاعدة موجودة في البلاد كاملة واللي هي كارثة وطنية، ما زادنا حتى شيء وديما المرابيح نتاعنا قاعدة تهبط، البيوعات نتاعنا نقصت ياسر اللي فاتها الظاهرة هذه، والمداخيل نتاعنا قاعدة تنقص وحتى حد ما تحرك. مطالب أصحاب محطات بيع النفط هي كالأتي: إيقاف ظاهرة تهريب المحروقات وبيعها علنا على قارعة الطريق، المطالبة بتعديل هامش الربح وإخضاعه إلى نسبة مئوية، احتساب نسبة مئوية للتبخر، إيقاف استعمال الغاز المنزلي المدعم كوقود للسيارات.
تفيد وزارة الصناعة أن بيوعات شركتي إسمنت بنزرت وإسمنت أم الكليل بتجروين شهدت تراجعاً خلال شهر مارس نتيجة توقف إنتاج شركة إسمنت بنزرت بسبب الاحتجاجات الاجتماعية وتوقف جزئي لشركة إسمنت أم الكليل إثر عمليات الصيانة في إحدى وحدتي الرحي. وطبعا لذلك تدعو الوزارة إلى تشديد المراقبة على مسلك التوزيع والنقل للحد من ظاهرة الاحتكار. كما دعت وزارة الصناعة شركتي إسمنت القيروان وانفيذة إلى إعطاء الأولوية في التزويد إلى جهتي الشمال والوسط الغربي التي تشكو نقصا كبيرا. من جهة أخرى انتظمت صباح اليوم بوزارة الفلاحة جلسة خصصت للتعريف بالمشروع النموذجي لدعم المجتمعات الريفية وذلك بهدف جلب التمويل من قبل شركاء تونس. نهل الحبشي محمد علي بوليلا. عقدت وزارة الفلاحة اجتماعها التحسيسي الثاني مع شركاء تونس والجهات المانحة بخصوص برنامج دعم المجتمعات الريفية قصد التعريف بالمشروع وجلب التمويل الذي يتطلب ميزانية قدرت ب 42.7 مليون دولار لاستكماله. جئنا للتحاور والتحسيس بإمكانية التعاون في القطاع الفلاحي وجلب التمويل للمشروع النموذجي الذي يعد برنامج الغذاء العالمي شريكا فاعلا وأساسيا فيه. سنعرف بالمشروع وننظر إلى كيفية إيجاد الشركاء من خلال إبراز أهميته. هذا ويشمل المشروع النموذجي 5 ولايات ينتفع منه 132 شابا يهدف إلى تشجيع الشبان على إحداث شركات ووضع استراتيجية مستديمة لخلق مواطن شغل جديدة. اجتماع تحسيسي للجهات المانحة والشركاء دونك شركاء تونس وأصدقائها قصد تمويل مشروع يخص دعم المجتمعات الريفية والإدماج الاقتصادي للشباب في هذه المناطق، ويهدف المشروع إلى مساعدة هذه الفئة معناها من الشباب العاطل عن العمل في المناطق الريفية الفقيرة عن طريق التكوين وأشغال القيام بأشغال معناها بمقابل. الهدف منه هو تأهيلهم لبعث مشاريع صغيرة والحصول على قروض صغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن دعم المجتمعات الريفية مشروع أعدته وزارة الفلاحة ومنظمة الفاو والبرنامج العالمي للأغذية. نظمت المجموعة العربية للتنمية والتمكين المهني صباح اليوم مؤتمرا للشباب التونسي بحضور عدد من الشبان الناشطين في مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات. المؤتمر مثل فرصة عرض من خلالها المشاركون واقع الشباب التونسي وقدموا تصوراتهم المستقبلية. إقبال جلاسي ملاك بن عبيد. في إطار اختتام الدورة التدريبية في التواصل الجماهيري والاتصال، نظمت المجموعة العربية للتنمية والتمكين المهني صباح اليوم مؤتمر الشباب التونسي بين التحديات والبدائل بحضور مجموعة من الشباب الناشطين في مختلف الأحزاب السياسية وعدد من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني. كان لابد من تنظيم هذا المؤتمر لكي يتمكن الشباب التونسي من مختلف المكونات المجتمعية والنقابية والسياسية من النقاش والمشاركة في الآراء ليكتشفوا أن التحديات التي تواجههم في المجتمع التونسي تحديات تواجه الجميع، وبالتالي لابد من التشارك والتعاون من أجل المساهمة في حل هذه التحديات وضمان تعزيز دور ومكانة الشباب في داخل المجتمع. المؤتمر مثل فرصة ناقش من خلالها المشاركون تصوراتهم حول واقع الشباب التونسي وتحدياته للمرحلة المستقبلية. التحديات تكمن في وجود تشريعات وقوانين معيقة لمشاركة الشباب ومعيقة لمسألة اندماجهم في عملية التنمية، وأيضا غياب أو نقص في مشاركة الشباب في الحياة السياسية وبالذات في مواقع صنع القرار في مختلف المكونات من النظام السياسي والمجتمع المدني، وأيضا هناك تحديات الفقر والبطالة المتزايدة. أهم معضلة هي معضلة الانتداب المتأخر وعدم ملائمة سوق الشغل للمتطلبات، وذلك تلخص في منظومة التكوين والتدريب. ها
هذا وطرح المؤتمرون مجموع البدائل المتاحة لتطوير مشاركتهم وتفعيلها في الحياة السياسية والاجتماعية. بدائل تقوم على تعتمد على التنمية القائمة على الاعتماد على الذات، تنمية من أجل تعزيز صمود المواطنين وضمان مشاركتهم في عملية التنمية وضمان تكوين وتطوير قدرات كل الفئات الاجتماعية المختلفة، لأن الفقر فقر القدرات. في إطار متابعة وضعية مراكز التكوين المهني بالجهة، أدى نوفل الجمالي وزير التكوين المهني والتشغيل زيارة ميدانية لولاية قبلي، اطلع خلالها على وضعية مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، حيث استمع لمشاغل إطاراته وأعوانه، كما عاين الظروف الصعبة للعمل بالجهة. الهادي بصفة عادل شهباني. في إطار متابعة وضعية مراكز التكوين المهني بالجهة، أدى نوفل الجمالي وزير التكوين المهني والتشغيل زيارة ميدانية لولاية قبلي، اطلع خلالها على وضعية مركز التكوين والتدريب المهني بقبلي، حيث استمع لمشاغل إطاراته وأعوانه، كما عاين الظروف الصعبة للعمل بالمركز. وكانت له زيارة لموقع بناء مركز التكوين والتدريب المهني بدوز، والذي حسب بعض الأطراف تعرض لمظلمة حيث لم يقع احترام مثال الدراسة. بالنسبة لمركز قبلي يشكم العديد من الإشكاليات، من بين النقص الواضح في التجهيزات والمعدات الضرورية لجودة التكوين، ومما أثر على عزوف الأبناء طالبي التكوين. والوضع بصراحة كارثي في قبلي، والحل الوحيد هو إعادة الهيكلة في أقرب وقت. بالنسبة لسانتر دوز صارت له مظلمة كبيرة برشا، اللي هي من عام 98 المجلس البلدي يعطي الأرض للوكالة باش تبني سانتر. عام 2010 صارت دراسة وصدق عليها في 11 أكتوبر 2011 بالوزارة، حدد فيها الاختصاصات اللازمة وحدد فيها ما يلزمها من فضائيات التكوين وما يلزمها من تجهيزات ومن بيرسونال، ولكن ما رأينا أن المثال المقدم من طرف السيد المهندس المعماري مخالف تماما وبعيد كل البعد على هذه الدراسة. الوزير وفي سياق رده عن تساؤلات ومشاغل إطارات مركز قبلي، أكد أن أولويات الوزارة هي تدخل العاجل لإنقاذ هذا المركز ومراكز أخرى مماثلة لإنقاذ حياة التلاميذ وإطارات هذا المركز قبل حدوث كارثة. عينا المسألة عن كثب وثم مشاكل فعلا، ونحاولوا أن نعالجوها ومع وضع أولويات. الأولوية الأولى بالنسبة لي تو هي سلامة الناس اللي قاعدة تخدم لهنا والوليدات اللي قاعدين يقرأوا. فيما بعد ثم مسألة إعادة هيكلة، هذه تتطلب فلوس. نحن على معناها عن كثب وعن علاقات ومحاورات متقدمة في سبيل أن نمولوا عملية إعادة الهيكلة بتاع المركز هذا ومراكز أخرى في نفس الوضعية متاعه، وإنما الأولوية الأولى في الوقت الراهن هو إنقاذ الأرواح البشرية. إلى الأخبار العالمية، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 57 شخصا على الأقل، من بينهم مدنيون وجنود نظاميون ومقاتلون معارضون، في هجوم لقوات النظام السوري على بلدتي الصنمين وغباغب في محافظة درعا. تفاصيل هذا الخبر وبقية الأخبار العالمية في هذا التقرير لريم زغدود بعبيدي. قال ناشطون إن الجيش الحر أسقط مروحية في ريف إدلب الشرقي، كما كثف مقاتلو المعارضة عملياتهم العسكرية بمحافظة حلب ضمن ما يسمونها معركة فك الأسرى، وذلك بعد يوم دام شهد مقتل أكثر من 132 مدنيا، بينهم نحو 60 في مجزرة بدرعة. قالت مصادر فلسطينية إن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض قدم استقالته بعد خلاف مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن سياسة الحكومة. وكان عضو بالمجلس الثوري لحركة فتح كشف أن الرئيس عباس يتجه إلى إقالة فياض من رئاسة الحكومة وتشكيل أخرى. نفى المتحدث باسم رئاسة مصر وجود خلاف بين مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة، وأكد أنه لا تهاون مع من يتهم بهدم مصر، في حين أمر الرئيس المصري محمد مرسي بسحب الشكاوى التي قدمها مكتبه ضد صحفيين اتهموا بنشر شائعات تتعلق به. فيما بدأ الرئيس المصري محمد مرسي الرد على أسئلة كان دعا الشباب إلى توجيهه إليه من دون أن يلفت أي موجة سخرية واسعة من هذه الدعوة على الحسابات الشخصية للشباب المعارضين له ولجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها. في ختام هذه النشرة لم يبقى لنا إلا أن نذكركم بالعناوين. تونس تسترجع 28 مليون دولار من الأموال المنهوبة بالخارج.
الفرقة العادية بالزهروني تتمكن من حجز كميات هامة من المياه المقلدة ومواد تنظيف منتهية الصلاحية. إضراب أيام 15، 16، و17 من أبريل الجاري بكافة محطات بيع الوقود بالجمهورية التونسية. عالمياً الجيش السوري الحر يسقط طائرة بإدلب. إلى أن نلقاكم في مواعيد إخبارية لاحقة، لكم منا أجمل التحيات. إلى اللقاء.